زواج القاصرات من عمر 9 سنوات فما فوق. هذا الخبر صارت عليها ضجة كلش قوية وأغلب الناس مراضين بأنه بناتهم عمر 9 سنوات تتزوج. هذا فالشيء يقول لك ما يصير لأنه صغيرة، شو راح تعيش الحياة الزوجية مع عياله وكذا إلى آخره. والقانون قال زواج القاصرات من عمر 9 فما فوق. إخواني الأعزاء، هم ما جبروكم على أنه 9 سنوات بنتك أن تزوجها، بنتك عزيزة عليك خليها يمك، ماكو أي مشكلة. لا تزوجها عمر 9 سنوات، زوجها عمر 20، عمر 30، عمر 40. هم ما جابرينك على أنه مثلا تتزوج عمر 9 سنوات. لكن أكو ناس على سبيل المثال أكو مخلفين هواية، شايف هذا اللي يخلف ويقول الطفل رزقه وياه، هو ما عنده أمور داتشة تعبانة يجيب ويخلف، عنده 7 بنات 8 بنات و9 بنات، لربما يكيف أن يزوج بنته هو وصغيرة، لأن هاي الأمور تصير. أنت شايف هسه ما شاء الله يخلفون تجيهم بنية، يقول لك بلك الثاني يجي ولد، خلفون جاتهم بنية، يخلفون جاتهم بنية إلى آخره، صار عندهم 7 8 بنات. زين شلون يعيشن، شلون يوكلهن؟ يقول لك ها ازوجها من وقت حتى اخلص انا من مسؤوليتها. يعني هذا الخبر راح تضر ناس وتفيد ناس. انا طبعا مو مع الشخص ينجبر على يزوج بنته عمر 9 سنوات، هو القرار مو اجباري، اللي يريد يتزوج بنته يزوج، اللي ما يريد يتزوج بنته لا يزوج بنته عمر 9 سنوات فما فوق. صحيح هي صغيره كل شيء ما تفتهم، هسه انه ما شاء الله عمر 25 سنه وتفتهم تروح تتزوج شهر شهرين وتتطلق. زين اكو نقطة جدا مهمة حول النفقات، النفقة البنية تتزوج. يا اخواني الاعزاء اكو طامة جدا كبيرة، اغلب الناس جاي يزوجون بناتهم ودي يخلون هالمهر الغالي 20 و25 و25 50 و50 15 ب15 20 ب20. طبعا صارت الشغلة بيع بيع، كأنه البنية عندهم سلعة جاي تبيع لك سلعة. كل إنسان، كل ولي أمر، كل أب، كل أم يعرف بنته شاغولة مو شاغولة من كانت عنده بالبيت. وأغلب الأمهات مع تحياتنا لهم ما يتعبون بناتهم على أنه تشتغل وتعلم هالشغل، الطبخ، الأكل، المسح إلى آخره. حتى من تتزوج وتروح للحياة الزوجية ما تتفاجئ بهواي أمور، يصير عليها الشغل وكذا وما أعرف شنو، شهر شهرين وتطفش. أنا مع القرار بأنه المرأة من تزعل من رجلها ما تاخذ نفقه، علي اساس تاخذ نفقه المره زعلانه من رجلها وتاخذ نفقه هي وبالبيت وعايفه رجلها وحيده؟ قبل كان تاخذ نفقه من الرجال وشجع كثير من النساء على الطلاق، اروح اقعد ببيت اهلي واخذ نفقه من الرجال على الحاضر، والرجال منين يجيب؟ ظهره مكسور. الرجل منين يجيب؟ يطلع من الصبح للعصر في سبيل العيشة وتجيني على الحاضر تاخذين من عنده 300 و400 و500 شهريا، علي أساس؟ فأنا مع هذا القرار النفقة بأنه ما تسجل للمرأة في حال زعلها ببيت أهلها. ترجعين الزوجك وتتحملين، رجلك مخوش آدمي تمام، خلينا نقول رجله مخوش آدمي، رجله خلينا نقول يتعاطى، رجلها محتراماتي يشرب كذا ما أعرف شنو، عده حجج. ما يعجبك هذا الشخص؟ اطلقي من عنده، تنازلي عن الحاضر والغائب، وكان الله يحب المحسنين، اشتري راحتك. هاي اذا تريدين تطلقين، مو والله رجلي مو خوش ادمي، عيالي مو خوش اوادم، انا اروح ازعل زين وجرجر رجلي بالمحاكم واخذ من عنده نفقه واخذ من عنده حاضر وغائب. اخوان هذا ما يجوز. انا اتمنى من الاباء الامهات مراعاه مثل هكذا امور. هسه شخص ما يعجبكم تنازلوا عن الحاضر والغائب وخلصوا من عنده، زين تروح تزعل والله رجلي زين بس عيالي مو زينين، رجلي زين عيالي مو زينين، وتعالوا جرجر رجلها بالمحاكم وصارت وانا شفت قاعده ببيت اهلها وتاخذ نفقه من رجلها وكذا، ليناك اتطلقت تاخذ منها نفقه ويابا وراح اسوي راتب مال رعايه، راتب مال رعايه للمطلقات. انا طبعا مو ضد الراتب لا نهائيا، لكن هذا الأمر شجع الكثير من النساء على الطلاق للأسف الشديد. تتطلق تأخذ نفقة من رجلها من ناية ومنها تأخذ راتب رعاية، شجع النساء على الطلاق. يعني هاي حقيقة واقعية، احنا ليش ما نجمع الراسين بحلال؟ ليش نشجع على طلاق المرأة؟ ماكو داعي أشجع المرأة على الطلاق. نتمنى من الحكومة العراقية بأن يخلون هذا الموضوع بنظر الاعتبار. المسألة الأخرى، المهر، هذا المهر اللي حدث ولا حرج، 50 و25 مهر للمرأة لويش مهر؟
ليش ما تخلي قرآن كريم؟ ليش ما تخلي عمره؟ ليش ما تخلي حج؟ إذا الواحد يخاف الله يزوج بنته، يقول والله صغيرة يزوجها عمره 13 سنة، هذا الشيء شفناه. يزوج بنته مخطط بأنه شهرين ثلاثة ويطلقها حتى يسحب المهر من الرجال. الله يقبلها محمد علي، ما حد يقبلها أخوان. نتمنى بأن القرارات لا كلها الصب في صالح المرأة. أنا مع المرأة في كل شيء، لكن مو معاها في هجمان بيتها. لا، المرأة ترث من رجلها، تورث رجلها بعد ما رجلها يتوفى. قبل كان هي تورث، هسه على أساس على القرار الجديد لا، ما تورث بعد، ما من حقها أن تورث. تورث رجلها وتروح تتزوج غير واحد. تمام، أنا أوكي إذا هي مرأة بعد ناوية أن نهائيا ما تتزوج وتورث رجلها وتقعد على جهالها وكذا وما أعرف شو، بس شنو اللي يضمن وتورث رجلها؟ ماكو أي مشكلة. لكن تورث رجلها من ناية، تأخذ من رجلها الورث هو ميت، ومن ناية شهر شهرين ثلاثة وتروح تتزوج، وين العدالة اللي بالموضوع؟ فعلي أتمنى أكو قرارات يجب إعادة النظر بها. وأنا مع جمع الاثنين، الزوج والزوجة، مو مع طلاق النساء اللي هسه شجع عن بكثرة، صار موديل تتزوج شهر شهرين وتتطلق. وين وصلنا أخوان؟ ونتمنى أيضا بأنه شخص من يجي يخطب لا تدورون فخفخة وفيكات ومهر 50 و25 و30. بتمنى من الأهالي الآباء الأمهات شوية يراعون الرجال حتى يصير أكو زواج، وليش يشجعون بناتهم على الطلاق؟ سبب طلاق المرأة، السبب الرئيسي، أم البنية تشجع بنتها على أنه تتطلق من الرجال. لو ما تطيها أنت مجال أو الأب ما ينطيها مجال، ما ترجع لكم زعلانة. اللي أتمنى شوي إعادة النظر بهذا الموضوع. تقبلوا تحياتي الإعلامي علي الدلوي.